كل التحية لكم أصدقائي المشاهدين مع بداية حلقة جديدة من مشاكل وحلول. حلقة اليوم تدخل في خانة الاستفسار، التوضيحات، المصداقية والثقة اللي بنعرفها دايما بضيفنا البروفيسور جاك مخباط. طبعا هو بالإضافة لأنه متخصص بالأمراض الجرثومية والمعدية في له ذو شأن دور كبير جدا بلجنة كورونا، وانطلاقا من كل هذه المعطيات رح نكون معه بإطلالة مباشرة. بطلع علينا من مستشفى رزق بالأشرفية ونحن معه مباشرة من استديوهاتنا بتلة الخياط لحتى نحييه البروفيسور جاك مخباط بهذه المرحلة وعشية الإقفال العام المعلن بقساوة لمدة 10 أيام من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا. بروفيسور جاك مخباط ضيفنا دايما لحتى من خلاله، وهو الذي قال بلقاء معنا بختام 2020 نحن جايين على تسونامي، وفعلا يلي نحن فيه اليوم يشبه التسونامي، والخوف من ازدياد عدد المصابين. وقت اللي منعرف امبارح كان عندنا 32 وفاة مع إضافة 44 حالة قديمة كانت قيد التقصي لتثبيت الوفاة بكورونا. كل المعطيات مع ضيفنا رح نحاول نضوي عليها. وأهلا وسهلا بالبروفيسور جاك مخباط، أهلا وسهلا فيك بروفيسور مخباط. نحن على الهواء. أهلا أهلا، بدي حييك وأهلا وسهلا فيك. حتى وانت بمكتبك يعني عم تاخذ الإجراءات المفروض انه كل انسان يتبعها، وهي طبعا الكمامة والتباعد المفروض ما بينك وبين زملائنا يلي بدي حييهم موجودين معك بمستشفى رزق بالأشرفية. دكتور، يعني انت قلت انه عام 2020 كان كورونيا بامتياز، عم تسمعني؟ نعم. هلا بما انه الزملاء بعاد شوي، يعني بعاد على الاقل 4 أمتار عني، نعم بقدر شيل الكمامه اذا بتسمح لي. حتى يكون الصوت اوضح. نعم. بروفيسور قلت لنا انه 2020 يعني كان كورونيا بامتياز، ولكن انت توقعت وقلت انه نحن يا جماعه جايين على تسونامي، ويلي صار فعلا نحن بتسونامي لانه الاعداد كبيره وتتصاعد يوم بعد يوم. فشو تقييمك لهذه المرحله انطلاقا من عشيه يعني اتخاذ التدابير، تدابير الاقفال العام يلي راح يكون من بكره ليوم الخميس 25 اذا مني غلطان صباحا؟ تفضل. يعني هيدي التوقعات صراحة كانت أكيد واضحة وسهلة الواحد يتوقعها، خاصة من بعد التجمعات والحفلات يلي صارت بمراحل آخر سنة الماضية، آخر كانون الأول 2020. السنة 2020 هي كورونية بامتياز إذا بدك، وبتأمل أن تكون سنة 2021 2021 هي تكون سنة اللقاح بامتياز. يعني يلي نقدر بتأمل أنه نكون هي سنة انتهاء الكورونا. ولكن بدي حب وضح هون بعض النقاط إذا بتحب بعديني، بس خلينا نحكي عن الصعود الهائل للإصابات. نعم. بالوقت الحاضر يلي أصبحت كارثة صحية بامتياز. نعم. بالوقت الحاضر بلبنان وفي عدد من الدول في العالم يلي أدت إلى إقفال عدد كبير من الدول، خاصة بريطانيا وعدد دول بأوروبا كمان والولايات المتحدة الأمريكية، بس خاصة بريطانيا. المشكلة اللي عم نواجهها حاليا هي أولا أنه عدد الإصابات زاد بطريق كتير بأعداد كتير كبيرة. نعم. وهيدي كان مثل ما قلنا متوقع. هالزيادة هيدي أدت إلى عدم الحصول على قدرة المستشفيات أنه تستوعب هالإصابات، وبما أنه زادت عدد الإصابات على نسبة الأسرة بالمستشفيات
ونسبة أسرة العناية الفائقة بالمستشفيات ونسبة الأسرة بالطوارئ بالمستشفيات خلت أنه عدد من الناس عم ينجبروا يتعالجوا في المنازل أو ينتظروا لمرحلة أكثر قبل ما يدخلوا إلى المستشفى أو قبل ما يوصلوا إلى المستشفى. نعم. فلذلك أصبحت نسبة الوفيات بلشت تزيد. يعني قبل كنا نقول نحن بلبنان مبسوطين أنه نحن بلبنان نسبة الوفيات لا تزال ضئيلة، يعني 0.6-0.8%. نعم. ولكن بالوقت الحاضر رح نتخطى بسهولة 1-2% ليش؟ لأن عدد الإصابات أصبح عالي لدرجة أنه ما عاد فينا نعالج الناس بالمستشفيات. نعم. وعم ننجبر نطلب من الناس يلي عندهم إصابات منعتبرها طفيفة أنه يتعالجوا في المنزل، ولكن لا نستطيع بسهولة التوقع أي شخص رح يتدهور حالته ولا لا. وهون المشكلة يلي عم نواجهها أنه نقدر نقنع حالنا ونقنع المستشفى أنه هالشخص هيدا بيقدر يتعالج بالبيت أو لازم يبقى بالمستشفى أو يدخل إلى المستشفى، لأن ما عندنا الآلية الكافية تنبرهن إنه هالشخص رح يتدهور ولا لا. نحن وغير ناس بالعالم، يعني مش بس نحن، بس عندنا إحساس إذا بدك، عندنا بعض الفحوصات بتساعدنا، عندنا بعض الكريتيريا اللي بنستعملها، بعض الأدلة اللي بنستعملها تنقول إنه هالشخص رح تتدهور حالته ولا لا. بس كمان مش دايما بتزبط معنا، وهيدي هيدي اللي بتخوفنا حاليا. اذا بتسمح لي بروفيسور مخباط، يعني البعض بيقول انه الاقفال طبعا لو تم 100% ولكن لن يلغي الوباء، رح يخفف منه. كتار عم ينطروا مطلع الشباط ليكون عندنا اللقاح، وبيقدروا كمان يطمنوا بالهم انه اللقاح مع انه رح ياخدوه ولكن لا يلغي الاجراءات الماسك وكل ما هو متبع من ارشادات. يا ريت بتختصر لي المرحله اللي جايه في ظل انتظار يعني اللقاح والتشدد بالاقفال. هل فعلا الاقفال ما رح يقدر يلغي يعني الوباء انجاز التعبير؟ قديش نحن رح نبقى مستمرين بالمواجهه حتى متى مع اللقاح؟ هاي كلمة كتير 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 مزبوطة. الإقفال أولا ما رح يلغي الوباء 100%. أولا من الصعب تطبيق الإقفال على تام يعني بطريقة كاملة. بتأمل أنه نقدر نطبقه بطريقة كاملة، وهون بحب شجع وأعطي كل احترامي وتقديري للقوى الأمنية اللي رح تطبق هالإقفال، وبتأمل أنه الشعب كله ككل يلتزم بهالمناقبية والضمير أنه إذا بقي ببيته مش شطارة ولا شيء، إذا بقي ببيته عم يحمي حاله، عم يحمي ولاده، عم يحمي بيه وأمه، مش أنه يتكبر ويتكابر على الوباء ويتكابر على المرض. لا نستطيع هنا الاستكبار على المرض. هذا الفيروس برهن عن صعوبة في المتابعة، صعوبة في توقيفه. هذا الفيروس ينتقل بالحديث بين شخص وشخص، ينتقل بين ملامسة شخص لشخص. يعني شوف قديش سهل انه ينتقل هذا الفيروس. لذلك هالمرحلة هيدي هي مرحلة كتير دقيقة لعدة أسباب. أولا أنه نعطي نتفة تخفيض بالإصابات، هيدي ضرورية. يجب أنه توقف الإصابات، يعني يجب أنه نخفض هالإصابات. هي أول مرحلة. تاني مرحلة كتير مهمة أنه نعطي نوعا ما من نفس للمستشفيات. يعني بالوقت الحاضر عم نعالج الناس، عم نمد شريط الأكسجين من غرفة الطوارئ على الطريق حتى نعطيها للناس يلي مقعدينهم على الكرسي، تنعطيهم أكسجين على الكرسي على باب الطوارئ. نعم. يعني شوف لأي مرحلة وصلنا. الناس عم ينرفضوا
بالمستشفيات، وأكيد قريتوا على عدة مشاكل وعدة ناس يلي قاعدين بيقعدوا بيحكوا على المستشفى، بس المستشفى ما بيقدر يستقبل ناس إذا ما عنده الآلية تيعالج. نعم. أوكي. إذن هيدي شغلة كتير مهمة. إذن هيدا المنطق الثاني. المنطق الثالث هي إنه نقدر نجهز ونقوي عدة أجنحة بعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة لنقدر نقوي قدرة الاستيعاب للمستشفيات. وسمعنا مبارح من نقابة مستشفيات الخاصة إنه عم بيصير في تجهيز لعدد من الأسرة وتدريب لعدد من الجسم التمريضي. بتأمل إنه يصير في تدريب أكثر وأقوى وأسرع للجسم التمريضي ليقدروا يهتموا بالعناية الفائقة للمرضى الكورونا. مش ما في شيء خصوصي لمرضى الكورونا، بس لا. الواحد يعرف يوقع حاله ويلبس وينتبه، بس العناية الفائقة هيدي اللي بدها تدريب. الجسم الطبي، الأطباء كتير مهمين بالعناية الفائقة، وللأسف تركوا البلد في عدد منهم، ولكن لا يزال عندنا عدد كافي ووافر من الأطباء المحترمين وعندهم من أعظم التدريبات وأعظم التحضيرات للقيام بهالعمل هيدا. إذا بتسمح لي بروفيسور، رابعا نقطة مهمة كمان هي إنه يكون عم نحضر حالنا للقاح. أنا بعرف إنه في عمل كتير نشيط بوزارة الصحة وبلجنة اللقاحات اللي بيدي رئيسها الدكتور عبد الرحمن بزري. نعم. لاستحضار اللقاحات والتجهيز ووضع الاستراتيجية للقاح، يلي انوضعت استراتيجية، وضعت الأولويات، انوضع كل شيء. وأكيد بالبرنامج السابق حكي معك الدكتور بزري، كتير مهم اللي أنت عم بتقوله. إذا بتسمح لي، ولكن اللي عم بتقوله هو كتير منيح. يعني انت شددت يعني على النشاط بوزارة الصحة، وهي تحية لحتى نحيي معالي وزير الصحة، ولكن اللي بدي اقوله من شوي قلت انه انتو حالات عم ترفض، ما عم تقدر تدخل على المستشفيات. اليوم وزارة الصحة تقوم بما عليها وطلبت من المستشفيات الخاصة تجهيز ما امكن، ولكن دور شركات التأمين بهذه المرحلة بروفيسور جاك مخباط بدي اعرف فيما يتعلق بقبول المريض، هل هو لاسباب مادية ولا لانه ما في محل؟ وبدي أحصر دور شركات التأمين بمواجهة فيروس كورونا إذا أمكن من خلالك. هلأ في عدة أشياء بدنا نشوفها. تفضل. أول شيء خلينا نحكي، لكني بدك تترك قصة اللقاح لبعدين إذا بدك. نعم، لا بنقدر نحكي فيه، بس إنه هذا الموضوع لأنه أنت لفت وقلت إنه ما عم يقدروا يدخلوا على المستشفيات وعم ينرفضوا الحالات، حتى ما يعني نوضع اللوم على الإدارة الرسمية المعنية وزارة الصحة أو غيرها. لا، ما رح نحط اللوم على حدا، تكرم عيونك. نحن دولة مثالية، ما فينا نلوم حدا، مش هيك؟ البعض بلوم، يعني البعض عم بلوم. اولا لا، هلا خلينا نكون واقعيين. تفضل. في عندنا دور المستشفيات الحكوميه ودور المستشفيات الخاصه. نعم. المستشفيات الحكوميه اللي جهزت حالها عم بتقوم باكمل واجبها. انا بقول لك بكل صراحه، من بيروت الى اقصى الشمال الى اقصى الجنوب الى البقاع، يعني عم بتقوم بكل واجباتها يلي جهزت، ولكن في عدد كبير من المستشفيات الحكومية يلي لم يتم بالوقت الحاضر لحديت هلأ نية تقويتها وتجهيزها. وبتأمل انه يكون في إلى رصد ميزانية لتشديد على تقويتها، وهيدي دورة كتير كتير مهم. ليش؟ لأن المستشفيات الخاصة الكبيرة يلي كانت لحديت هلأ نية عم تستقبل حالات كورونا ما عاد فيها محل، رغم انه فتحت اجنحة اكثر واكثر، ورح تصير بعض المستشفيات رح تصير تقريبا كلها فقط تستقبل حالات كورونا. وهوني اسمح لي اقول شغلة تانية بعدين هلأ برجع بتطرق لها. في بعض المستشفيات الخاصة اللي ما كانت فاتحة اجنحة كورونا بلشت تفتح، وعرفت مبارح انه احد المستشفيات فتح من 3 أيام
جناح كورونا، وبخلال ثلاثة أيام امتلأ الغرفة، امتلأت الغرف، ما عاد في عنده محل. نعم. إذن بس عم بقول لك إنه قديش سرعة، قديش قدرة الاستيعاب، قديش سرعة إنه عم ينتلوا هالأسرة في المستشفيات. هلأ أكيد في بضل هالمستشفيات اللي بده يفتحوا أكثر، بتضل فيك تفتح أكثر، بتضل فيك تفتح أجنحة تانية، ما فيش أي شك، وعم نشتغل وعم نشدد على أهمية إنه يفتحوا الأجنحة جديدة للكورونا في عدد من المستشفيات، وعم نشتغل عليها وعم نشدد عليها حتى يتم استيعاب هالوباء يلي بالوقت الحاضر ما بقى فينا نقدر نهديه، فلت من إيدينا. أوكي، أنا بكرر فلت من إيدينا. أوكي، لذلك الطريقة الوحيدة هي أن نفتح أجنحة جديدة في المستشفيات. نعم. ولكن هون بيجي بيقول لك المستشفى فضل. أنا لما بدخل مريض معه كورونا ولما ما في حدا يدفع لي حق الدواء، ما في حدا يدفع لي حق الأكسجين، مهمة. ما في حدا يدفع لي حق الأنابيب يلي بدي استعمله أنت أعطيه الأكسجين مثلا، لما ما في حدا يدفع لي حق الأدوية اللي بعض الأدوية غالية، شو بعمل؟ إذا الـ إذا الـ إذا الـ الوزارة بتدفع بعد سنة وبتدفع بالليرة اللبناني، وهو عم يشتري الدواء بالدولار، عم يشتري المعدات بالدولار، والشركات اللي بتبيع المعدات عم بتبيعها بالدولار الطازة، مش الدولار الشيك، ما بيقبضوا شيك. وإذا بنحكي مثلا إنه شركات التأمين، في عدد من شركات التأمين يستثنوا الكورونا من الدفع، ليش؟ كمان لأسباب مادية، لأسباب طمع، ما بعرف شو بدي أقولك. شركات التأمين مش دايما بخدمة المريض والمستشفى، يعني في عدة مشاكل بدنا نشوفها وبدنا نواجهها. أكيد مش كل شيء الحق على الوزارة، بس كمان القطاع الخاص يتحمل مسؤولية، ولكن يتحمل كمان جزء كبير من العمل يلي عم يقوم فيه حاليا. بهالوضع هيدا يعني يا كلنا بدنا نحط ايدنا ببعضنا، يا بدنا نضل نقوص على بعضنا بلا طعمة. لا ان شاء الله لا، اذا بتسمح لي بروفيسور مخبار، يعني كثير مهمة ان نحط كل، نعم يعني اللي عم بتقوله هو كثير مهم، ولكن احنا كنا عم نحكي عن الكوفيد 19. صدر بيان من وزارة الصحة من فترة قال انه في ثلاث حالات وصلت من لندن ل يعني كوفيد 20. انا بهمني بهذه المرحلة يعني نقدر نحدد شو هو الفرق بين الفيروس والفيروس المستجد يلي اليوم انحكى انه بريطانيا سكرت كرماله، بعض دول اوروبا، واليوم اليابان اعلنت امبارح عن من السلالة في طفرة ثالثة طالعة. بهذا المنحة اللقاح رح يقدر يستوعب مزبوط كل السلالات الجديدة؟ الطفرة يلي ظهرت ببريطانيا، السلالة الجديدة اللي ظهرت ببريطانيا بشهر أيلول وانتشرت وصارت، يعني الفرق بينها وبين السلالة السابقة هي كانت انه تنتشر بسرعة اكثر. هو دايما بيطلع سلالات جديدة، مش شي جديد هيدا، بس هيدي السلالة اللي ظهرت بأيلول كانت سرعتها بالانتقال أسرع، ما بتعمل سمية أكثر، ما بتعمل إصابات أخطر، ولكن تنتشر بطريقة أكثر. أوكي، يعني سرعتها بالانتقال أكثر بكثير، يعني كل شخص بدل ما يصيب، يعني إذا أنا منصاب بالكورونا بقدر بعدي 1.1. أوكي، بينما هيدي الفيروس الجديد بيصيب 1.5. قد ايه عندنا منه الجديد؟ قد ايه عندنا منه الجديد؟ بيعدوا 15 شخص. نعم. اوكي. في منه موجود بلبنان، موجود بلبنان، نحن بنعرف انه دخل الى لبنان. عرفنا بشهر كانون الاول انه دخل الى لبنان، بدراسه انعملت بالجامعه اللبنانيه الامريكيه. نعم. ظهر انه الفيروس دخل الى لبنان. ولكن هو موجود ببريطانيا وبعدد من الدول العالم منذ ظهر ببريطانيا بأيلول وانتشر في عدد من دول العالم من وقتها. بقى منه شيء يعني مستجد أكيد. إما من أسبوع تقريبا في ثلاث حالات كانوا جايين من البرازيل، وصلوا أربع حالات، ثلاث أشخاص وصلوا من البرازيل إلى اليابان،
تبين انه معهم اصابه بكورونا بسلاله جديده كمان. نعم. وهيدي السلاله قد تشكل السلاله البريطانيه بالوقت الحاضر ما نظامتها من اللقاح، يعني بضل اللقاح يحمي منها. اما السلاله اليابانيه بالوقت الحاضر عم بيجربوا يدرسوا تيشوفوا اذا، لان في تغيير جذري اكثر بشكل الفيروس، بقى عم بيجربوا يشوفوا بالوقت الحاضر بعد ما عندنا الاجوبه. نعم. اذا هالسلاله هيدي رح تضل تتجاوب للقاح ولا لا. بتامل انه رح تضل تتجاوب، ما في سبب، لان اللقاح عاده بيدرسوه بطريقه انه يضل حافظ لعده انواع من ال السلالات اللي قد تنجم تبعيا من بالفيروس. يعني اليوم لجنه الصحه النيابيه مشكوره عم بتفعل اجتماعاتها لحتى ننهي السجال اللي بيقول انه سيتاخر اللقاح عن موعده. يعني بس لنطمن الناس انه لجنه الصحه النيابيه من شوي حكينا مع دكتور علاجي رح يجتمعوا او مجتمعين بهذه الاثناء، ورح يسعوا قدر المستطاع اتخاذ كل ما هو مطلوب لحتى يكون اللقاح عندنا بشهر شباط، ونسكت كل السيناريوهات والتحليلات اللي عم بتقول انه قد يتاخر عن شهر شباط. لا هلأ أني في شغلة كتير مهمة استاذ نقولة. اللي أول شيء في عندك لجنة الصحة النيابية، وبعدين بدها تروح للدائرة القانونية لنص القانون، الدائرة الإدارية لنص القانون، بعدين بتروح للجلسة العامة بمجلس النواب ليبت القانون، بيصير في نقاش وبعدين بيصوتوا عليه. يعني عم تاخد شوية وقت، بتأمل أنه يسرعوا شوي بهالعمل هيدا تنقدر نحصل بسرعة على قانون شراء اللقاحات بسرعة حتى ينرصد الأموال تنقدر نجيب اللقاحات. وهون برجع بكرر شغلة مهمة، ما لازم نشدد فقط على لقاح واحد، ما نربط حالنا بشركة وحدة فقط. نعم. أوكي؟ أنا هيدا رأيي، ما نربط حالنا بشركة وحدة فقط. إن شاء في الله. عندك شركتين أمريكيتين. نعم. في شركة بريطانية، هيدول حصلوا على الموافقات الإيميا أو الـ FDA لاستعمالهم، ويجب التشديد على أنه نقدر نجيبهم، وفعاليتهم متساوية بين بعضهم تقريبا. نعم. كي؟ أما اللقاحات الصينية واللقاحات الروسية بالوقت الحاضر بعد لا تزال قيد الدراسة، وبتقدر ساعتها تنبحث بوقتها لما بتحصل على الموافقات العالمية لاستعمالها. إذا بتسمح لي بروفيسور، بس نخلي الباب مفتوح لكل شيء. نعم. إذا بتسمح لي بروفيسور مخباط، يعني بهذه المرحلة اللي احنا عم نحكي فيها عن الإقفال العام، عن الإجراءات، عن في ناس عم بيتابعونا أصيبوا بكورونا طبعا وتماثلوا إلى الشفاء، ولكن المفاجأة الكبرى كانت أنه عرفوا حالهم بفحوصات PCR أنه هن عن جديد كمان مصابين بالكورونا. بهذه المرحلة المصاب بكورونا بيقدر يتبع نظام صحي غذائي استشفائي سميه ما شئت لحتى يقدر يحمي حاله بخلال يعني مرضه بالكورونا وبعد الشفاء لحتى ما يرجع يصاب، ولا ما له علاقة؟ لا، هي صراحة النظام الصحي والنظام يعني الرياضي. نعم. وعدم التدخين، يعني هيدول اشياء ضرورية لصحة الإنسان ككل، أي إنسان إن كان معه كورونا ولا ما معه كورونا، إن كان أصيب بالكورونا أو كان بعده بصحة تامة قبل ما ينصاب بالكورونا. إذن ما فيش أي شك، اللي قلته كتير مهم، إنه عم نشوف أكثر وأكثر ناس أصيبوا أول مرة بالكورونا عم يرجعوا بعد حوالي 3 أشهر أو أكثر بيرجعوا بينصابوا مرة تانية. وهيدي أنا بلاقيها نوع من بيصير فيه إنه أوكي أنا انصبت بالكورونا خلص عندي حماية، صرت محمي. هيدا مش أبو كعيب، مش انه لقطت الابو كعيب اول مره صرت محمي ما كل حياتي ما برح برجع بلقط الابو كعيب. اوكي، هيدا غير مرض، هيدا شيء جديد، هيدا لما بلقطه اول مره برجع بلقطه ثاني مره برجع بلقطه ثالث مره. حتى اذا كنت حتى لو اخذت اللقاح بروفيسور، حتى اذا اخذت اللقاح برجع بنصاب ثاني مره؟ لا هلا نيه، باردون
باردون وضح لحظة شوي بعد ما وصلنا للقاح، بس دقيقة خليني أحكي عن المرض ككل. تفضل. هذا فيروس الكورونا مشابه لفيروسات الكورونا يلي هي بتعطي الرشح. نحن كم مرة منرشح بالسنة؟ مرة مرتين ثلاث مرات. بقدر بلقط هيدا الفيروس الكورونا بنفس الطريقة. إذا خلينا نكون واقعيين، المناعة من أول حالة إصابة بكورونا ما بتحمي من تاني إصابة، هاي أول شيء. إذا يجب على هالإنسان هيدا يلي لقط أول مرة الكورونا إنه يضل حامي حاله ويضل يستعمل الكمامة ويضل يستعمل التباعد الجسدي مثل ما كأنه أي شخص آخر، ما في شيء جديد لإله، لازم يضلوا يحمي حاله. هيدي أول نقطة كتير مهمة. تاني شيء بالنسبة للقاح، بعد ما لنا أكيدين 100% قديش وقت بيحمي اللقاح. نحن بنعرف إنه لحديت هلا يظهر إنه اللقاح بيحمي لمدة حوالي 6 أشهر، بجوز يحمي أكثر بجوز يحمي أقل. لعدد الناس بجوز للكبار بالسن يحميهم بس 3 أشهر، ما بنعرف بعد كل هالأجوبة هيدي. المهم إنه بنعرف إنه بيحمي. نعم. هيدا المهم، نعرف إنه بيحمي. ولذلك من الضروري إنه نبلش بأسرع وقت ممكن نعمل لقاحات ونمدها بسرعة للمجتمع ككل. نعم. مش بس للي عندهم أولويات، للمجتمع ككل منبلش بالأولويات بس بسرعة، يعني بخلال أشهر نقدر نوصل إن نطعم المجتمع الكامل حتى نقدر نحصل على مناعة جماعية. إذا وصلنا لأكثر من 70-75% من الناس أخذوا اللقاح، منكون عملنا هالمناعة المهمة بالقطيع حتى تقدر توقف انتشار الفيروس في المجتمع. طب بموضوع الفيتامينات، يعني البعض بياخد كالسيوم، فيتامين دي، زينك، أمور كتيرة يعني عم ياخدوها لحتى يقدروا يحموا حالهم، أنت بتنصح فيها ولا لا؟ الفيتامين سي والفيتامين دي عندهم فعالية جيدة لتحسين نوعا ما أو تحفيز المناعة. نعم. هيدي نوعا ما درست في عدد من الدراسات وعندها فعالية. نعم. ولكن مش بالكميات الهائلة، في ناس عم يعطوا كميات خيالية بالفيتامين سي والفيتامين دي، وفي ناس بيعطوا كميات أقل. كيف تنصح فيها؟ بعد ما عنا برهان واضح. نعم. قديش الكمية الضرورية لحماية المناعة عند الشخص بالفيتامين سي أو الفيتامين دي، والزينك. بس أنه يجب أنه الواحد يكون عنده الكمية الكافية بجسمه. نعم. ليقدر يحمي حاله. بروفيسور، نحن بنعرف أنه بلبنان عنا. نعم. نوعا ما نقص بالفيتامين دي، لأن كلنا في نقص وراثي بلبنان للفيتامين دي. ما بعرف، مع انه قاعدين بالشمس وبنقدر نحصل بسهولة. نعم. على الفيتامين دي. في عنا نقص اجمالا بالفيتامين دي، خاصة انه. نعم. هلأ مثلا اذا بتقارن بامريكا، بامريكا بكل قنينة حليب بيشتروها في فيتامين دي وفي فيتامين سي، يعني بتلاقيه سبلمنتد. نحن بلبنان مثلا منه موجود الفيتامين دي بالحليب، ونحن بلبنان عادة الناس ما بيشربوا حليب. طب يعني مش من عوايدنا شرب الحليب مثل الامريكاني. اوكي. بموضوع لذلك في عنا هالنقص بالفيتامين دي. نعم. بالنسبة للزنك. أيوة. الزنك اذا بتدرسه كيميائيا، الزنك عنده مساعدة للمناعة، ولكن ما برهنت الدراسات انه اذا اعطيت زنك زياده رح يقوي المناعه. اللي انا عم بشوفه انه الزنك عم يعمل لعي النفس واستفراغ واسهال، انا شخصيا ما عدت حبذ استعماله، بس هيدي كمان قرار للطبيب وللمتابعه المرضيه. أنا بدي أشكرك بروفيسور جاك مخباط للوقت اللي أنت عطيتنا إياه بهذه الأطلالة اللي أرجو أن تكون دورية، لأنه نحن من خلال اللقاء معك وكلامك الموصوف. أهلا وسهلا. تترك يعني راحة من خلال كل الأجوبة على كل تساؤلتنا. أنا باسم الناس اللي هلأ عم بيتابعونا بدي أقول لك شكرا لك، والله يحميك ويعطيك ألف عافية. شكرا شكرا جزيلا استاذ نقولة، وانا بهنيك على نشاطك الدائم، يعني برنامجك انا برايي اعطى صوره كتير راقيه للاعلام، واعطى صوره كتير واضحه
لمتابعة هالوباء، وأنا بشكرك وبشكر الإعلاميين مثل حضرتك. شكرا لك، وأنا من خلالك بدي حيي الفريق العامل الموجود عندك، وبدنا نحيي كل اللي كانوا عم بيتابعونا. شكرا لك البروفيسور جاك مخبط. أصدقائي هلأ نحن نوقف مع بريك، ولكن بدي رحب بضيفنا الموجود معنا كريم جبارة، رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان. أهلا وسهلا فيك. أهلين. بريك أهلين. وبدنا نتابع معك المقابلة. بريك ومنرجع. بعدنا ودايما معكم دايما عبر تلفزيون لبنان، بنحاول قدر المستطاع نكون مواكبين كل الملفات من كل زواياها مع ضيفنا كريم جبارة رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات. بهمنا نلتقي بهذه الأطلالة وقت اللي الناس عم بيقولوا أنه الأدوية مقطوعة. طبعا الصيدلي بيعتبر حاله مش معني، ولكن بيسعى قدر المستطاع أنه يرمي هذه الكرة على بملعب المستوردين إنجاز التعبير، وقت اللي بنسمع نحن النقيب الحالي بيقول المستورد يسلم الأدوية للصيدليات القطارة حبة حبة ونقطة نقطة. أهلا وسهلا فيك أستاذ كريم جبارة، وقل لي أنتو كرمة بس ليش بالقطارة وحبة حبة عم بتسلموا الصيدليات الأدوية اللي عم بيقولوا نحن ما عم نقدر نعطي الناس لأنه ما عنا؟ هلأ في أدوية مقطوعة، وبالتالي الواحد ولا بالقطارة ولا بالحبة إذا منه موجود الدواء منه موجود الدواء. يعني على سبيل المثال معلي لو سمينا شوي تنكون مع الناس واضحين فضل وما عم نعمل دعايه صحيح. مثلا البنادول العلبه الكبيره والمتوسطه انقطع بين العيدين، اجت الشحنه ببدايه هيدي السنه، يعني في اسبوع ما كان موجود بتل. ايه ووزع المستورد ما يقارب نص مليون او ما يوازي نص مليون علبه اللي فيها 24 حبه بس بعدها مجزأ ببيعوك بالساشيه وباثنين. هلا هلا بنوصل لهدول الاسباب. اما الادويه المتوفره فهي متوفره لنفس الاسباب اللي حكينا عنها بالماضي بكميات مضبوطه وقليله بسبب التأخير بالتحويلات والطلب الكبير. هيدولي المستورد عم بيسلم احتياجات السوق. شو يعني احتياجات السوق؟ يعني هاي المواطن مهم انه يعرفها. في عنده لائحة يعني هيدي فيها قرار من وزير الصحة بيقول سلموا الصيدليات احتياجات السوق، والصيدلي يسلم المريض علبة لشهر واحد. شو معناتها؟ معناتها نحن بناخد الطلب التاريخي لكل صيدلية ومنسلم الصيدلية حاجتها التاريخية. يعني إذا صيدلية عندها 50 مريض بياخدوا 50 علبة رح تاخد 50 علبة 55 علبة 60 علبة بس هيدي هي. بس في طبعا الطلب من تاني ميل استاذ نقولة هو لمئة علبة وإذا بتنزل 150 علبة لهالصيدلية كمان في مين بيشتريهم للمئة وخمسين. ليه؟ لأنه بعدنا بحالة الخوف عند المواطنين من عدم الرؤية للمستقبل. عدم الرؤية شو رح يصير بالدواء؟ رح يوقف الدعم، رح ينقطع، رح يرتفع سعره. تسمح لي يعني انعجقنا باجتماعاتكم كم مرة حكيتك وانت وين تكون؟ بصرف لبنان مشغول ومعجوق وترشيد ودعم، عملتوا كل اللي عليكم ما عدنا سمعنا شيء. نحن بنتمنى طبعا طلعت الخطة ايه وين وقدمها وين وين قدمها وزير الصحة لرئيس مجلس الوزراء ايه مفصلة من هنيك مفصلة ومن هنيك وطالع. انا ما بقى عندي معلومات انا بتمنى أن يتم الموافقة على هذه الخطة لحتى نعطي للناس صورة واضحة لشو ناطرهم بالمستقبل. كل الأدوية بتكون لا الخطة الناس حكيوا فيها كتير وصارت معروفة ويمكن استقبلت هون زميلي خبرك عن العناصر الأساسية للخطة يلي هي إنه الأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية ما حدا بيدق فيها بس في طريقة تانية لتفاعل لا تفاعل يقابله فعل لانه لا هيدا فعل هيدي وارده بالخطه ومدروسه نعم. ومن ثاني ميل ادويه الامراض اللي بسمون اكيوت يعني الحاده او ادويه اللي ما بدها وصفه رح يتم رفع سعرها الى مستوى معين مش مستوى السوق السوداء بطبيعه الحال انما على مستوى المنصه هيدي. وفي امور ثانيه بدها تنعمل طبعا واضحه ومع تطبيق قرار بتخفيض الاسعار. يعني في مجموعه اشياء يمكن مش وقتها هلا نفصلها. لا بس قل لهم للناس ليش ما عم بيلاقوا ادويه؟ يعني انت عم بتحاول تبرر لهم 1 2 3 مثل ما الصيدلي قال انه هي عند المستودعات، انت قلت انه نحن عملنا كل شيء علينا وما تسالوني من هونيك وين رايح لانه صارت المصرف لبنان بعد ما سلمها وزير الصحه الادويه المقطوعه نعم يعني مقطوعه تاخذ ونطلب كل شيء وفي تاخير بالاستيراد بسبب التحويلات الخارجيه. قد ايه رح تبقى مقطوعه لمرحله طويله؟ هذا بدي اعرفه. بتنقطع لجمعتين ثلاثه باقصى حد شهر وبيجي بعدين بيجي. عم بحكي بالاجمال طبعا. نعم. ايه الادويه اللي بدنا مقطوعه نحن عندنا مخزون شهر شهر ونص عم نسلم الصيدليات مش ما عم نسلم يعني عادي طلباتهم مش بالقطار عم نسلم الاحتياجات الشهريه. نعم. يعني انا بعطيك مثل بنهايه سنه الماضيه كنا بنفس الحاله
في شركة بتعمل إحصائيات بمبيعات الصيدليات اسمها آي كيو فيا، شركة عالمية موجودة بمئة بلد بالعالم. شو تبين؟ تبين لها أنه أدوية الأمراض المزمنة كل وحدة حسب المجال تبعها، قلب دم ودايابيتس وغيره، زاد الطلب عليهم أو زاد تسليمنا للصيدليات، لأنه هي بتقيس تسليمنا للصيدليات 10 و20 و30%، بعض الأدوية زادوا 50%. إذن في أدوية عم تنزل إلى الأسواق بنفس كمية السنة اللي قبلها لبل بأكثر. سيدي إنما ما عم توصل لكل المرضى. الزيادة هي بموجب الوصفة الطبية الموحدة ولا لا؟ ما اليوم لما بتنزل بتاخد حضرتك دواء من الصيدلية ما حدا بيطلب منك وصفة طبية، ما هيك؟ معظم الناس ما عدا بعض الأدوية اللي عليها رقابة شديدة معظم الأدوية بتشتريها بلا وصفة طبية. لا، نحن اللي عم نقوله مازال هذه الشركة عم بتقول انه التسليم كان 10 20 30، بعض الأحيان 50% أكثر من السنة اللي فاتت. طب وينني هدول الأدوية؟ أنا بقول لك وينني هدول الأدوية. في مجموعة من الناس، وهذا السبب الأساسي، عم بيخزنوا، كلنا بنعرف. وفي بعض المحتلين اللي بيفتكرين حالهم أسكيا بيضبون وبيسافروا فيهم لبرا تيهربوا ويبيعون مدري وين. حلو. في هيدول كيف عم بيقطعوه؟ بالشنطة هو طالع لبرا. هلا قلنا زمان ما سمعنا عن القوى الأمنية وقفوا حدا. ليش؟ لأنه الكميات الموجودة واللي عم تنزل على الصيدليات محدودة، ما في مكان لأي واحد مرق الطريق يلم دواء. ما في شيء مخبى عندكم انتم بالمستودعات ناطرين انه بتاتا ينرفع. انا بقدر اقول لك انه كل يوم او كل اسبوع نحن بنبعث لوزارة الصحة الكترونيا بيانات عن مبيعاتنا واستيرادنا ومخزوننا. كل شيء عنا اياه وبعناه واستوردناه موجود عند وزارة الصحة، فيهم يطلعوا فيه. طب البعض بيقول انه كل اللي كان عم ينعمل بموضوع يعني ترشيد يعني سعر الدواء انه ما بيقطع الا اذا مرق بمجلس النواب، لانه يعني هذا الموضوع حساس لدرجه بده قرار يصدر عن المجلس النيابي. شو المعطيات اللي عندكم؟ انا على اي اساس اجتمعتوا؟ انا بعرف انه الدكتور عاصم عراجي لما اصدر وزير الصحه هذول التوصيات الى رئاسه مجلس الوزراء، انا سمعته للدكتور عراجي قال انه نحن موافقين بس يلا مشو خلصونا مشو فيه. موافق على الترشيد يعني؟ موافق على هذه الخطة اللي قدمها وزير الصحة. انا هذا اللي سمعته. طبعا اذا غلط شو عنوانها؟ فين نعرف الخطة اللي عم تحكي عنها؟ وقلت لي ما وقت سألوني عنها لانه نحن عملنا اللي علينا، ولكن شو عنوانها رح يكون؟ ليك العنوان هي بنفس الوقت حماية القطاع الصحي وجودة الدواء بلبنان وتخفيض من تاني ميل الفاتورة. طبعا في ناس تخفيض الفاتورة لنوفر على مصرف لبنان ونزيد على الناس يعني. لا مش على كل شيء بس هلا بوصل. يلا لانه الناس يعني في ناس طرحوا عملوا اقتراحات تانية بركي بتخفض اكثر، بس بطبيعه الحال تضرب القطاع الصحي يعني بيصير. لبنان الصحي مش لبنان الصحي اللي اليوم عندك اياه، من مستشفى الشرق الاوسط بدنا نتحول لما بعرف اي اخر بلد بالقطاع الصحي بالعالم. ما بدنا هيدول شو بدنا؟ نحن الخطه اللي اقترحها وزير الصحه بالنسبه للمواطن، وبس رح اقول الشق اللي بيعني المواطن، تفضل. ادويه الامراض المزمنه والمستعصيه اللي هي تلتين الادويه مش رح يتغير شيء على المواطن اللبناني ولا شيء زياده، لبل بالعكس في مجموعة من الأدوية بده يطبق قرار اسمه قرار 119 خلال هيدي السنة، ورح يؤدي إلى تخفيض أسعارها. أما أدوية اللي ما بدهم وصفة والأمراض الحادة، التوصية بتقول إنه رفع سعر الصرف من 1500 ل 3900. طبعا هيدول أدوية بيخدهم الواحد لمرة واحدة، ما بيخدهم دايما. قديش بتصير علبة البنادول مثلا؟ بنعطي مثلا يعني إذا حقها 3000 بيصير حقها 8000. هيدي هي النسبة. هلأ المنيح بهذه الأدوية انه كل وحدة عندها بديل رخيص، يعني المواطن اللبناني خصوصا الأدوية تحكي عن الجينريك، خصوصا الأدوية اللي ما عندها ما بدها وصفة يعني ما حدا يقول انه بدي وصفة وما بدي وصفة. تفوت عند الصيدلي بتسأل البديل الأرخص وبتاخد البديل الأرخص. بدي أعمل تيست معك، إذا أنا جيت لعندك أنت قلت لك أنا بدي بانادول، شو بتعطيني بديله؟ في باراسيتامول اللي هي المادة مستورد، وفي باراسيتامول صنع لبنان نفس المعايير أرخص. يعني كله نفس الماده يلي هو الباراسيتامول صنع لبنان. قديش بنصنع نحن بلبنان؟ عندنا 11 مصنع. عندنا 11 مصنع صحيح. قديش النسبه اللي بيصنعوها من حاجتنا للدواء؟ قديه تقريبا؟ هلا هن اليوم بيمثلوا تقريبا 20% من الفاتوره الدوائيه. انا طبعا ماني اختصاصي بالصناعه. لا طبعا، انما تلتين هذا الرقم هو بتاخذوا منهم كمان انتم؟ تلتين هذا الرقم هن براند. هن اللي بسموه براند، يعني ما يعني شركات عالمية بتصنع بلبنان برخصة بيوزعهم الموزع اللبناني.
يعني ممثل هذه الشركة هو اللي بيوزعون اللي بيكون عضو بنقابتنا بالعادة يعني. أوكي. بقى للصنفين يعني الأدوية اللي من دون وصفة والأدوية الأمراض الحادة دايما المريض إذا لقى السعر مرتفع بالنسبة له في بدائل قد ما بدك في بدائل يعني ما الواحد يقول لي دواء سعلي ما في بدائل دواء وجع راس ما في بدائل دواء رشح ما في بدائل كلهم هدول دواء انتي انفلاماتوار وجعك ظهرك بدك تاخد مسكن يخفف لك من الوجع طبعا كلهم هدول عندهم بدائل يلي بده ياخده للدواء الأساسي أو للدواء اللي معود عليه بياخده واللي بده بلاقي السعر انه كتير مرتفع بيقدر ياخد بديل له ومتوافر كل دواء من هدول الأدوية عنده 5-6-7-8 مماثلين له يعني مش انه السوق ناقصه بدائل انه السوق فيه كتير من البدائل. طب اليوم اللي بتزور اي صيدلية يعني وانا قبل ما نبلش معك المقابلة عملتهم بمحيط يعني تلفزيون جولة على الصيدلية بتحس الرفوف تقريبا فاضية بتسألوا لي بيقول لك انه عم بيسلمونا كميات قليلة والصدق عم بحكي يعني هل الصيدلية عم بيكون فعلا عند النقص بالتسليم تبع الأدوية ولا في الأدوية اللي قلت انه هي مقطوعة اخذ هذه الفراغات بالوجهات انا اذا كنت صيدلي نعم وعم بحصل عندي 50 مريض منو منهم الاستاذن الاولى وعم بحصل على 50 علبة ل 50 مريض اذا قطع لعندي الاستاذن الاولى بعطيه ما انا عندي 50 لازم 50 يعني. مرضى إيه. تبعي ايه الاستاذن الاولى بده يروح على الصيدلية يلي معتمدة له يلي ضرب حسابه يلي عندها العلبة يلي بتوصل له له اذا الاستاذن الاولى حب يلم 3-4 علب تيطمن باله في يبرم على 10-15 صيدلية اليوم على الارجح ما بتلاقي العلبة اللي بدك اياها من هيك نحن بندعي المواطنين يعني نحن بنفهمهم يعني ما عندهم ثقة بولا شيء عندهم ثقة بفهمهم يروحوا يحطوا كم علبة ببيتهم بده يطمن باله هيدي صحته أو بده يطمن باله على أحبائه وعائلته من ميل تالي بنقول لهم ما بقى فينا نكفي على هيدا المنوال ما بقى فينا نضل نستعمل أموال مصرف لبنان ونستورد أكثر من ما بحاجة لحتى نعبي ونخزن بالمنازل نحن شغلتنا نبيع صدقني يعني إذا فينا نبيع أكثر بنبيع أكثر إنما بنفس الوقت عنا مسؤولية كلنا إنه ما نستعمل هالمخزون اللي عنا إياه ونطيره قديه إله الواحد بيقول ما عم بيسلموا ناطرين يرتفع سعر الصرف يعني هيدا بدي أقوله إلا ست شهور بسمعها هيدي الكلمة طلع سعر الصرف بست شهور ما طلع شيء بنضل عم نعيدها لهيدي الكلمة من ست شهور من سبعة شهور بسمعها لهيدي مخبيين ما بيعطيها طب إله ست شهور عم بيخبيها ما طلع سعر الصرف وما رح يطلع ما بيبيعون بيضل تلكم يعني انت بتنصح انه ناخد الجينيريك ولكن الجينيريك هو مسعر رسميا من قبل وزارة الصحة ولا كل مين؟ الأدوية مسعرة رسميا انا بنصح كل مواطن ياخد ما يناسب قدرته الشرائية اذا هو مطمن وحابب ياخد بالقدرة الشرائية تبعه دواء معين ياخده اذا ملاقيه كتير مرتفع ياخد البديل له طبعا كل شيء بالاتفاق مع مين مع مين مع الطبيب مع الطبيب ومع الصيدلي بدي اشوف انا وياك سوا ريبورتاج حول موضوع أزمة الدواء تابع منشوف سوا ان شاء الله عم بخبرونا حيصير الادوية افيلبل اكتر وهيك بس بعد في قصص مقطوعة السكري الضغط حتى الاو تي سي عم ينقطعوا يعني عم قد ما فينا عم جرب لبيهم بنيدول اكتر شيء لا حب لا بنيدول اطفال ولا شيء فيه. وهذا أكتر شيء هلا عم نستخدمه كرمال القريب وهيك بنيدول للأطفال فما في أنا صرت بين 5 صيدليات ما في وهلا جاي لعندهم هون لأسأله إذا كمان في بنيدول للأطفال عاد عن دواء الضغط والسكري صار بدك واسطة لتاخد علبة دواء ضغط واسطة دولة هي كل شيء البيت هو مين الأساس العمود البي والأم مظبوط بس عند اللي بيكون بالبيت ما في حدا مسؤول الولاد بتفرط ونحن صاير فينا هيك فارطة بعدين عم بيلهونا بالأكل والشرب نحن منتحمل مسؤولية لأنه خالص عم بيحطوك بموقع أنه ما فيك تروح وما فيك بقى تاكل ولا فيك تظهر ولا بيعودوا لك وين يعني شو كيف بتعيش العالم في ناس عم تموت من الجوع في ناس عم تحرق حالها مش هبلاقي والله ما بلاقي هلا جاهز يمكن في ما في بلا حق ربط الخزمة معنا مثل ما عم تحكي مزبوط وكل العالم ما أطوع على الآخر والله عم يخبرونا أنه مبارح واليوم بيسكروا حياها عند حرقوس معجوقة جاي ياخد أسبرين للأطفال ما في مش عم لقي ولا صيدلي ما في بديل ما في لم ناخد هيدا كل يوم ناخد حبة صار لي جمعة عم بفتش
دواء ضغط ودواء سكري ودواء قلب ودواء ثاني اخذوا عيني من شهرين ثلاث اشهر واخذ كميه كبيره خبيتنا على جنب كانوا عم بيطالعوا عيني بقصه انه بدهم يقطعوا العدوي من العدوي يغلوها قمت اشتريتهم وتطلبهم على تدري اثنين ثلاثه اربعه وجمعتهم عندي شو بدي اعمل؟ بدي اعمل دواي رجال كبير ومزمن الشرك سكروا تقريبا من اخر 12 ولهلا في شرك بعد ما سلمتنا يعني انضغطوا فتحوا تنين بعد النيو يير ولهلا بعد يعني في شيء وصلنا شيء ما وصلنا فهلا اللي عم بيقدر يوصلنا عم نلبي زبايننا اكيد وبخصوص اسبرين اسبيكوت بعد ما وصلنا هالشهر ابدا في حدا طلع على التي في وقال وصل 6000 علبة على الصيدلية هيدا الشيء مش مزبوط كمان فهيدي صارت الهجمة علينا هالجمعة لما على الأخبار من كم يوم قالوا إنه في أسبرين بس نحنا ما عم نعطي نحنا أكيد ما بنقطع الزباين ونحنا بدنا نلب العالم ونخدمهم بالنهاية هيدا شيء إنساني واجبنا كمان فهيدا اللي عم بيصير إنه عم بيقولوا على الإعلام أشياء مش مزبوطة بتطلع فشة الخلق فينا صراحة هي مش قصة تخبية هي عم بيوصلنا إذا عم بيوصلنا عم بيوصلنا كمية محددة قد كل صيدلية كانت تسحب ببعتولها لزبين أنا كنت أسحب 10 علب من هيدا الدواء بيبعتولي 10 مثل ما كنت أسحب أنا على سحبة فأنا ناس جديدة ما بقدر لبيها لأنه أنا من عندهم كنت أسحب هالقد فبس أكيد مجرد يزيد عندي عم بقدر أخده بزباين بس أكتر من هيك ما فينا عم نعمل مع أنه مع العلم في أدوية ما عم تجي بالمرة عم نساعد الزباين ونبدلهم على جينيريك اللي هو نفس التركيبة بس تكون شركة تانية عامليته أغلبية الأوقات عم بيتلاقى بس عندك الزبون ما عم بيقتنع وما عم بيساعد حاله صراحة وما عم بيقبل إلا بده نفسه للبراند يعني ما عم بيساعد حاله أغلبية الزبونات عم بتضلها تفتش بقول له ساعدوا حالكم خدوا بديل ما عم بيقبله بعدنا معكم نقيب كنا أنا وأنتي عم نتابع يعني العجقة كأنه قدام أفران الخبز يعني ناطرين بدهم يفوتوا ليأخذوا حبة دواء صيدليات يمكن ما بقى عم تفوت للشوبة في ناس برا من الطاقة مزبوط. تفضل قلي شو بدك لأعطيك طبعا للحفاظ على سلامتهم الصيادلة نعم. عدد كبير منهم يا بيدخل شخص واحد يا على يا ما بيدخل حدا وفاتح طاقة وهيدي حقهم انه يحموا حالهم كمان نقيبنا بدي منك جواب على نقيب الصيادلي السابق جورج سيلي اللي على الفيسبوك عنده قايل الأدوية محجوزة في أغلبية المستودعات العامة وبعض المستوردين عن سابق تصور وتصميم بانتظار رفع الدعم من أول أو في أول الشهر المقبل فأين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة من صحة المواطن المظلوم من شوي كنت عم بتقول عن سعر يعني دولار رفع الدعم ما في رفع الدعم بأول شهر الجاي وإذا في رفع دعم منه على أدوية الأمراض المزمنة أو بالأحرى ما لازم أقول رفع ترشيد منه على أدوية الأمراض المزمنة ولا على أدوية الأمراض المستعصية طب ليش بالمستودعات عندكم مخبيينهم ما الواحد بده يكون منطقي عن تصور وتصميم عن الواحد بده يكون منطقي 65% من الأدوية بلبنان هن مزمنة ومستعصية ما رح يتغير شيء عليهم المستورد له مصلحة أنه يبيعهم ما له مصلحة أنه يوقفهم ما في رفع دعم عليهم وطلع حاكم مصرف لبنان قال أنا بعد عندي على القليلة مليارين دولار ما أني فاهم أنا كيف ممكن الواحد يكون محتجز أدوية مش رح يتغير شيء رح تضل تنبيع على 1500 هيدي تلتين الأدوية بلبنان رح تبقى كذلك ومصرف لبنان عم بيقول انا بعد عندي اموال لحتى كفي بمشروع الدعم ما بتركب انا بفهم انه الناس بواقع مش عم بيقدروا يتنبؤوا للمستقبل نحن كمان ما عم نقدر نتنبأ للمستقبل انا ما بعرف امتين بقدر استورد امتين بشوف الكواكب يعني امتين بقدر ادفع بالتنبؤات ما بنقدر ما بعرف امتين بدفع لبرا امتين ما بدفع امتين بستورد طب هلا الواقع الناس اللي عم بيقولوا ما عم نلاقي دواء وعم بيسمعوا هذه المقابله يعني رح يتغير شيء ولا رح نبقى نحاول نغير وما بيطلع بإيدنا لأنه الشغلة بمصرف لبنان مش عندنا نحن ليك الشغلة عندنا وبمصرف لبنان مصرف لبنان لأنه التحويلات الخارجية نعم. بس عندنا لأنه نحن في طلب هائل هلا أحد المواطنين اللي ذكرته قال لك أنا عبيت ببيتي طب ما كل علبة لقيت سيجارة كان كل علبة كل علب اللي عبيتهم ببيتك ما شلتهم من درب واحد تاني بحاجة بتقول لك الصيدلانية انه انا عم بستلم عقد حاجتي عقد مرضاي صحيح اللي عم بتقوله بالتالي اذا انت رحت لعنده واشتريت 5-6 علب مشرتهم من درب حدا تاني ما بقى تعملوا هيك لانه هيدا عم بيعمل كمان ازمة نحنا ما منلومكن يا مواطنين نتفهمكن ويمكن اهلنا عم بيعملوا هيك وجيراننا واصحابنا انما هيدا الشيء عم بيزيد ضغط على المخزون يعني انا عم بفهم منك انه وضع الدواء متأثر بوضع البلد 100% نحنا نحاول قدر المستطاع أن نضبط
عملية صرف الدواء إلى الأسواق، لأنه بالواقع الحالي استاذ نولا إذا بتدول الكميات السوق بيسحبهم، إذا بتتربلهم السوق بيسحبهم، هل أدي مفتوح تهريب بعد فيه؟ قلنا فترة ما بقى سمعنا حدا توقف بسبب تهريب، مش معناتها أنه ما في تهريب، طبيعة الحال بعد فيه، إنما شكله مش بكميات كتير كبيرة، بس لازم يعني لازم نضل ضابطين هيدا القطاع رأفة بالما تبقى من مخزون بمصرف لبنان. إذا إذا بدنا إياه يضايلنا ست أشهر رح نخلصه بشهر إذا صرنا نسلم من دون ضوابط. طيب تنختم سوا، يعني إذا حاكم مصرف لبنان جاوب وقال إنه أنا موافق على الخطة يلي رفعها وزير الصحة لإله دكتور حمد حسن، أنا بدي طمنك يعني أجواء مصرف لبنان بتقول نحن مش شغلتنا نوضع خطط، أنتوا يا دولة حطوا خطط نحن بننفذ ونحن بننفذ، هيدي هي أجواءكم، ما تحملونا طيب. مسؤولية خطط، نحن قطاع مصرفي ولسنا قطاع قديش بتحل هذه الأزمة اللي أنتوا سلمتوها للحاكم من الأزمة اللي عم نحكي على القليلة فيها. نعم بتقلهم للمواطنين اللبنانيين أنه من هلأ لنهاية 2021 هذه هي قواعد استيراد وتسليم الدواء، بصير نلاقي بنادول وأسبرين وأسبيكات ما بقى حدا يتافت. نعم. أنا اسمح لي أعطيك بعض الأمثلة لأنه تكلمت عنها الصيدلانية الزميلة، أنا اتصلت بمستورد الأسبرين يلي بثلاث ايام سلم مش 6000 علبه 60000 علبه، الاسبرين عنده طلب 120000 علبه بالشهر، هذا الطلب الطبيعي تبعه، سلم النص سلم النص بثلاث ايام بعد في باقي الشهر. لا برافو يعني مستورد البنادول سلم 130000 علبه من الحجم الكبير و100000 علبه من حجم الاكسترا، وهذا الشهر جاي شحنه بده يكفي، انما الطلب هائل لدرجه استاذ نقولها على انه على كل هذه الادويه، انه في مواطنين ما عم بيقدروا يحصلوا، في مواطن عم بيحصل على اكثر من مواطن اخر، نحن قد ما فينا رح نعمل، بس رح نحافظ على المخزون، رح نحافظ على مصريات مصرف لبنان، ورح نحاول نامن احتياجات الناس. انا بدي اشكرك وان شاء الله دائما تبقوا بهالهمه، وبدي اطلب من الناس اللي عم بيتابعونا يعني يتوسموا بالخير وبجهودكم لحتى نقدر نوصل ان شاء الله نفوت على صيدليه ونلاقي الدواء اللي بدنا اياه ان شاء الله، وسلامه قلب الجميع، وان شاء الله ما بقى نعوز ادويه. انا بدي اشكرك كريم جبر رئيس نيابه مستوردي الادويه واصحاب المستودعات بلبنان. لهون نحن اصدقائي بتنتهي حلقتنا، تنلتقي معكم بكره الله راد باليوم الاول للاقفال الحديدي المتشدد يلي بنتامل تكون نتائجه ايجابيه فيما يتعلق بمحاربه تفشي فيروس كورونا. بشكركم وبشكر متابعتكم، شكرا للمخرج باسم جابر، وباي باي.